واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى تفسير الآية 24 من آيات سورة مريم عليها السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قرأ بعضهم من تحتها فناداها من تحتها بمعنى الذي تحتها وقرأ آخرون من تحتها على أنه حرف جر فقراءة من تحتها قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة هؤلاء يقرؤون إيه فناداها من تحتها وقراءة الجمهور يعني يقرؤون فناداها من تحتها قال واختلف المفسرون في المراد من ذلك أو في المراد بذلك من هو فقال العوفي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما فناداها يعني إما من تحتها أو من تحتها أي جبريل عليه السلام قال ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها فيقول الذي ناداها من تحتها أو ناداها من تحتها المقصود هنا إيه جبريل عليه السلام هو الذي ناداها وأما عيسى لأن طبعا هذا إيه كان وقت المخاض لسه عيسى ما خرج يعني بعد ما ولدته فقال الذي ناداها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة فهذا يعني عندما إيه أجاءها المخاض يعني قبل أن تضع عيسى أو قبل أن إيه أو قبل أن تأتي به قومها يعني أو قبل أن تأتي به قومها يعني كانت وضعت عيسى ولكن قبل أن تأتي به قومها يعني قبل أن تجيء إلى قومها فلما ذهبت إلى قومها حينئذ تكلم عيسى قال إني عبد الله أتاني الكتاب على هذا القول في التفسير ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومه قال وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمر بن ميمون والسدي وقتادة أنه الملك جبريل عليه السلام أي ناداها من أسفل الوادي طيب هنا ما المقصود من تحتها فقال من تحتها يعني من أسفل الوادي قال وقال مجاهد فناداها من تحتها أو من تحتها على القراءتين قال عيسى بن مريم فهذا القول الثاني فإذا عيسى بن مريم عليه السلام يعني يكون هنا على هذا التفسير يعني كان بداية تكلمه في المهد يعني من هذه اللحظة يعني أنه هو الذي قال ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا
إلى آخره، فيكون هذا هو عيسى عليه السلام. ثم لما أتت به قومها تحمله فتكلم مرة أخرى. قال: وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال الحسن هو ابنها. قال هو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنها. قال: أولم تسمع الله يقول فأشارت إليه. قال: واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره. نعم. قال: وقوله، لأن قال فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في مهد الصف، كان الضمير يعود إلى أقرب مذكور، يعني أشارت إليه، يعني إلى الذي ناداها من تحتها. هذا دليل، هذا دليل. نعم. فيقول يعني لما قد أشارت إليه، يعني أشارت إلى الذي ناداها من تحته. قال: وقوله ألا تحزني، أي ناداها قائلا لا تحزني، ناداها قائلا لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. طيب ما معنى سريا؟ قال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: قد جعل ربك تحتك سريا. قال الجدول، جدول يعني زي نهر ماء صغير كده، مجرى ماء صغير. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السري النهر. وبه قال عمرو بن ميمون: النهر تشرب به. وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية. مجاهد يقول السري هو النهر بالسريانية. وقال سعيد بن جبير: السري النهر بالنبطية. النبطية برضو لغة الأعاجم في الشام، يعني الروم وكذا يعني. وقال الضحاك: هو النهر الصغير بالسريانية. وقال فتفسيره بالنهر الصغير لأنه يوضح برضو كلمة الجدول، يعني فهو نهر صغير. وقال إبراهيم النخعي: هو النهر الصغير. وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجاز. وقال وهب بن منبه: السري هو ربيع الماء. وقال السدي: هو النهر. كلها اختلاف ألفاظ يعني وعبارات، لكن المعنى واحد. يعني هذا نوع من أنواع اختلاف المفسرين، اختلف في العبارات والألفاظ ولكن المعنى واحد. واختار هذا القول ابن جرير. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع، فقال الطبراني: حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا أيوب بن نهيك قال سمعت البابلتي، يعني هو نسبة إلى بابلت، يعني البابلتي. قال حدثنا أيوب بن نهيك قال سمعت عكرمة مولى بن عباس يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السري الذي قال الله لمريم قد جعل ربك تحتك سريا نهر أخرجه الله لتشرب منه. رحمكم الله. فإذا يكون هذا يعني تفسيرا مرفوعا يعني على هذا، لكن درجة هذا الحديث يقول: وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه. وأيوب بن نهيك هذا هو الحلبي، قال فيه أبو حاتم الرازي ضعيف، وقال أبو زرعة منكر الحديث، وقال أبو الفتح الأزدي متروك الحديث. لكن يعني ما قبله يغني عنه الأثار الموقوفة عن الصحابة والتابعين، يعني تغني عن المرفوع. يعني ليس معنى ضعف الحديث ضعف القول، يعني لأن القول نفسه يعني قال به عدد من الصحابة والتابعين. قال: وقال آخرون: المراد بالسري عيسى عليه السلام. هذا الرأي الثاني. إذن الرأي الأول يعني اختلاف عبارات لكن كلها تدور حول معنى واحد، أنه النهر الصغير. القول الثاني أن السري هو عيسى عليه السلام. وبه قال الحسن والربيع بن أنس ومحمد بن عباد بن جعفر، وهو إحدى الروايتين عن قتادة. وهنا السري يعني في لغة العرب معناه السيد، يعني هم قالوا ذلك لما فسروا السري بالنهر، قالوا هذا في السريانية أو النبطية أو كذا، لأن كلمة السري في لغة العرب هي معناها السيد، ويقال سرات القوم
يعني سادتهم وأشرافهم، ويقال إيه ثروة الرجل، يقولون يعني فعلان ماضيان مختومان بالواو، يعني معتل الآخر بالواو. بعض النحاة يقولون لا يوجد غيرهما، اللي هو ثروة ونهوة. ثروة الرجل يعني صار من ثرات القوم، نهو الرجل يعني صار ذا نهية يعني ذا عقل. فالسراهم سادة القوم والسري السيد يعني. فلهذا يعني هنا من المفسرين من حملها على المعنى المشهور في اللغة، السري هو السيد. فمن السيد الذي ناداها؟ من السيد يعني الذي ورد فيه قد جعل ربك تحتك سريا؟ فهو عيسى عليه السلام. إذن يعني طبعا مر بنا من قبل أن الذي ناداها من تحتها إما عيسى وإما جبريل. فلو كان جبريل وجبريل يقول لها إيه لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، يعني جعل الله تحتك إيه سيدا اللي هو عيسى. وعلى القول بأن القائل هو عيسى، فكأن عيسى عليه السلام يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب يعني، وهذا وارد في لغة العرب، فكأن عيسى يقول عن نفسه يعني، فيقول لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، فقد يكون هذا من كلام عيسى عليه السلام طبعا الذي ألهمه الله تعالى إياه. يقول وهو إحدى الروايتين عن قتادة وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال والقول الأول أظهر، والقول الأول أظهر أنه النهر، على طريقة يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر وكثير يعني من الأئمة اللي هم يوفقون بين الأقوال، يقول لا تعارض يعني، الله تعالى جعل تحتها نهرا وجعل تحتها يعني سيدا من السادات اللي هو عيسى عليه السلام. فيحملون يعني يقولون يعني كل المفسرين ذكر إيه بعض معاني الآية، وإذا أمكن يعني التوفيق فنقبل يعني الأقوال كلها يعني. قال ولهذا قال بعده وهزي إليك بجذع النخلة، أي وخذي إليك بجذع النخلة. قيل كانت يابسة، قاله ابن عباس رضي الله عنه، وقيل مثمرة، قيل كان جذعا يابسا وقيل كان جذعا مثمرا. قال مجاهد كانت عجوة، وقال الثوري عن أبي داود نفيع الأعمى كانت صرفانة. وعندنا في الحاشية الصرفانة من أجود التمر، يعني كانت صرفانة يعني كانت تمرا من أجود أنواع التمر. قال والظاهر أنها كانت شجرة، ولكن لم تكن في إبان ثمرها، قاله وهب بن منبه، يعني لم يكن هذا أوان الثمر، قاله وهب بن منبه، ولكن الله تعالى امتن عليها يعني معجزة أنها إيه أثمرت وتساقط الرطب عليها، رغم أنه لم يكن إيه وقته يعني على هذا القول. طبعا في بعض الناس يستدل به على أن عيسى عليه السلام ولد في الصيف لأن الرطب يكون في الصيف، بس على قول وهب بن منبه يقول أنه ولد في وقت يعني ليس هو وقت الرطب، ولكنه يعني كان معجزة له، والله تعالى أعلم. قال ولهذا امتن عليها بذلك بأن جعل عندها طعاما وشرابا، الشراب اللي هو السري جعل الله تعالى الماء يعني يصل إليها، والنخلة تساقط عليها الرطب فتأكل وتشرب. فقال تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وبرضه كلمة واشربي ربما ترجح إيه قول بأنه النهر، يعني إن عندها طعام وشراب في السري والنهر، وبعدين ذكر الطعام وقال فكلي واشربي. تعرفون اللي هو اللف والنشر اللي هو المرتب، قد يرتب على يعني يذكر شيئين ثم يذكر حكمين كل واحد يعود إلى أحدهما، قد يعود إليهما على نفس الترتيب أو على عكس الترتيب. فقال قد جعل ربك تحتك سريا، يبقى عندك ماء، وبعدين إيه وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فذكر الماء ثم ذكر الطعام،
وبعدين قال فكلي واشربي، فكلي أي من الرطب واشربي أي من السري، فكأنه مرتب بس على العكس، يعني أنه الثاني بدأ به. فقال أي فكلي واشربي وقري عينا أي طيبي نفسا، معنى قري عينا أي طيبي نفسا، إن قرة العين أي السرور والرضا والسعادة، فهنا يعني قري عينا يعني طيبي نفسا، يعني كوني مسرورة سعيدة. ولهذا قال عمرو بن ميمون ما من شيء خير للنفساء من الثمر والرطب، ثم تلا هذه الآية الكريمة تساقط عليك رطبا جنيا، أنا كانت نفساء وأمرها أن تأكل منه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا شيبان قال حدثنا مسرور بن سعيد التميمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن رويم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا عمتكم النخلة، أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام، فهي عمة، لكن الحديث ضعيف كما سأتي، لكن يعني هو فيه تسمية النخلة عمة لأن العمة اللي هي أخت الأب يعني، فتكون خلقت مما خلق منه الأب، يعني من كلاهما من أب واحد، فهنا كانوا تشبيه يعني آدم والنخلة كلاهما من نفس الطينة، فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم، فكان عليه السلام، وليس من الشجر شيء يلقح غيرها، وليس من الشجر شيء يلقح غيرها، يعني طبيعة الأشجار التلقيح يكون عن طريق الرياح يعني وما تحمله، وأرسلنا الرياح لواقح، الرياح تأخذ يعني حبوب اللقاح وتنقلها من شجرة إلى شجرة، وكذلك يعني ما ينقله الطير ونحو ذلك يعني بأمر الله تعالى، والحشرات والأشياء دي كلها تنقل يعني الحبوب بأمر الله بدون تدخل من الآدمي، يعني لا يحتاج من الإنسان ويأخذ من النخلة الذكر شيء ويضعه في النخلة الأنثى، وإنما يعني هذا الشيء يتم بنفسه يعني بأمر الله تعالى عن طريق الرياح والطيور وكذا. لكن بالنسبة للنخلة فطبيعتها يعني أن النخل منها الذكر ومنها الأنثى، ويحتاج أنه يأخذ من النخلة الذكر ويلقح يعني النخلة الأنثى، وإلا لم تحمل يعني لم تحمل بالثمر، إذا لم تؤبر يعني لم تلقح وكذا لا تحمل، فهي شبيهة بالإنسان في هذا الشيء، يعني أنها تحتاج إلى عمل في التلقيح. فقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا نساءكم الولد الرطب، فإن لم يكن رطب فتمر، وليس من الشجرة شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران. قال هذا حديث منكر جدا، ورواه أبو يعلى عن شيبان به. قال وقرأ بعضهم تساقط عليك رطبا، وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك، نعم، وقرأ آخرون بتخفيفها تساقط، عندنا تساقط هذه قراءة الجمهور، يعني أكثر القراء يقرؤونها كذا تساقط، وقرئ تساقط اللي هي قراءة حمزة، وقرئ تساقط اللي هي قراءة رواية حفص، وبعدين في قراءات شاذة بقى ذكر بعض القراءات الشاذة. قال وقرأ أبو نهيك تسقط عليك رطبا جنية، هذه في الشواذ يعني، وروى أبو إسحاق عن البراء أنه قرأها يساقط، يساقط أي الجذع، قال والكل متقارب، عن البراء أي ابن عازب رضي الله عنهما، يعني بدل إيه تساقط بالتاء، قراءة الجمهور بالتشديد والتاء، هو قرأ بالتشديد والياء يساقط،
هي أصلها يعني كأنها تتساقط، يعني كأن فيها تائين، يعني كأن أصلها بتائين، وبعدين إما ندغم إحدى التائين في السين فتتشدد، أو نحذف إحدى التائين، يعني اللي بيحذف اللي يقرأ تساقط يعني كأنها أصلها تتساقط وحذفت إحدى التائين، اللي بيقرأ تساقط كأن إيه أدغم التاء، لأن هو الماضي بالتاء ولما صار مضارعا دخلت عليه تاء ثانية فصار، يعني كلها نفس المعنى. قال والكل متقارب، قال والكل متقارب. قال وقوله، وهو طبعا دائما في اللغة يعني زيادة مبنى زيادة في المعنى، يعني القراءات اللي فيها تشديد يكون فيها تأكيد أكثر للمعنى. قال وقوله فإما ترين من البشر أحدا، أي مهما رأيت من أحد، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك، لا أن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا. إن قال إيه فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، هذه الكلمة اللي هي أو هذه الجملة إني نذرت للرحمن صوما، هل تقولها بلسانها؟ يعني تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هل تقول هذا الكلام يعني بلسانها كلاما مسموعا يعني يسمعون صوتها، أو المقصود أنها تشير إليهم إشارة معناها يعني أنا صائمة أي ممسكة عن الكلام، هنا فسروا يعني صوما يعني صمتا أو إمساكا عن الكلام فلن أكلم أحدا. فهنا الإمام كثير يقول يعني المراد الإشارة إلي الإشارة بذلك، يعني فهنا معنى فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني أشير إليهم إشارة معناها يعني أنا صامتة لا أتكلم ولن أكلم أحدا، ممكن يعني تشير مثلا إلى يعني إلى فمها أو تشير يعني بكيفية معينة معناها أن لن أكلم أحدا اليوم، فتفهمهم ذلك بالإشارة. فقال حتى لا يكون هناك تعارض، يعني كيف تقول لن أكلم اليوم إنسيا وهي يعني تكلمهم بهذا الكلام. نعم. قال أنس بن مالك في قوله إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا، وكذا قال ابن عباس والضحاك، وفي رواية عن أنس صوما وصمتا، يعني لا مانع أن يكون صوم عن الطعام والشرب يعني وصمتا يعني معه. قال وكذا قال قتادة وغيرهما. والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام، كانوا في شريعتهم إذا صاموا لا يتكلمون. سبحان الله. قال نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد. وهو كلمة الصوم يعني في معناها اللغوي هو الإمساك، يعني إمساك عن أي شيء يسمى صوما، فالإمساك عن الكلام صوم والإمساك عن الطعام صوم. أما ما الذي كان في شريعتهم فهنا على هذه الرواية أنهم كانوا إذا صاموا لا يتكلمون يعني. طيب قال وقال أبو إسحاق عن حارثة قال كنت، وعليكم السلام، كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، فقال ما شأنك؟ قال أصحابه حلف ألا يكلم الناس اليوم. قال عبد الله كلم الناس وسلم عليهم، فإن تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج، يعني بذلك مريم عليها السلام، ليكون عذرا لها إذا سئلت. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله. يعني هذا الرجل يعني كأنه يريد أن يقتدي بمريم عليها السلام، يعني قرأ القرآن إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأريد أن يقتدي بها ويعمل بشريعتها، فهو صائم ولا يتكلم. ابن مسعود رضي الله عنه قال هذه كان لها عذرها، يعني كانت لا يعني الله تعالى رحمة منه بها، فقال لها
يعني إيه إذا سألك أحد، لأن السؤال عندما يكون جوابه مؤلما، وخاصة أن الناس لا يصدقونها ولا يقبلون كلامها، فعندما يعني تتكلم وتشرح عذرها والناس لا يقبلون كلامها، فهذا يعني يؤذيها ويحزنها. فالله تعالى رحمة منه بها أرشدها إلى هذا الحل، يعني أنا تكون صائمة لا أتكلم حتى تكفي نفسها شر تكليمهم وتكذيبهم. فيقول له أنت لست يعني في ظرفها. فلذلك يعني ليس في شريعتنا الإمساك عن الكلام. وورد يعني أيضا أنه أن امرأة حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن رجلا حج مع النبي عليه الصلاة والسلام ونذر أنه لا يتكلم وأنه لا يركب وأنه كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتكلم وأن يركب وأن لا يتقيد بهذا النذر إلا في الطاعة التي نذرها يعني. لكن هذه الأشياء التي حرمها على نفسه من الطيبات جزاك الله، يعني لا يتقرب إلى الله تعالى بتحريم هذه الطيبات يعني. طيب قال وقال نعم قال وقال عبد الرحمن بن زيد لما قال عيسى لمريم لا تحزني قالت وكيف لا أحزن وأنت معي لا ذات زوج ولا مملوكة أي شيء عذري عند الناس. يعني هنا تكلم ابنها عيسى أنه هو كلمها قال لها لا تحزني، فهي تكلمه تقول له كيف لا أحزن وأنت معي، يعني طفل صغير مولود لا ذات زوج ولا مملوكة، لا هي يعني أما مملوكة ولا هي مزوجة، أي شيء عذري عند الناس، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال لها عيسى أنا أكفيك الكلام، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال هذا كله من كلام عيسى لأمه وكذا قال وهب. فإذا هنا عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم وكذلك وهب بن منبه كلاهما قال كل هذا تتمت كلام عيسى عليه السلام لأمه. إذن يعني على هذا أن يصبح فناداها من تحتها أو من تحتها اللي هو عيسى عليه السلام، فقال لها كل هذا الكلام، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، إلى أن وصل إلى قوله إيه فلن أكلم اليوم إنسيا، كل هذا كلام عيسى عليه السلام. نعم بعد الولادة طبعا، ولكن إيه قبل أن تأتي به قوله. حقيقة الآية التي بعدها تفسيرها طويل شوية، فلا نريد أن نشق عليكم، نقف هنا إن شاء الله اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين.